السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذا الفيديو حيكون تشجيع لك وتشجيع لي انه ننجح في حياتنا وانه نقدم حاجة في حياتنا، وحيكون تعليم لينا على كيفية النجاح. كيفية النجاح او وصفة النجاح هذه حناخذها من حياة ستيف جوبز. ستيف جوبز بدأ بمشروع صغير وتطور هذا المشروع خلال سنين، اصبح مشروع عملاق، مشروع جدا كبير. عشان توصل الى النجاح مو شرط توصل النجاح من اول يوم ولا اول ليلة، تبدأ بمشروع صغير، تبدأ انا حتوصل الى هدفك، حتوصل الى الشيء الكبير اللي تتمنى تحقيقه. ستيف جوبز بدأ مشروع في مجال الكمبيوترات وعمره 20 سنة، وكان معاه صاحبه، وكان مشروع بداية المشروع ومقر المشروع في جراج بيت ابوه، يعني بداية صغيرة جدا، البداية متواضعة جدا. وبعد 10 سنين تحول هذا المشروع الصغير الى شركة ابل بقيمة مليارين دولار واكثر من 4000 موظف. احنا لو ما استفدنا من هذه القصة لشيء واحد ان نبادر يكفي. يعني ستيف جوبز تحرك وبادر وفعل وقدم، حتى انه ما عنده شيء لكن في النهاية قدر يوصل. انا ازم لو كل واحد فينا تحرك، لو كل واحد فينا حط هذا مبدأ عنده وبادر وفعل وقدم وشد حيله وحاول يوصل لهدف حقه، حاول يتحرك، حاول يقدم شيء، في النهاية حنوصل، في النهاية حيصير مننا الناس ناجحين مرة كثيرين، في النهاية حنشوف انجازات كبيرة وانجازات عظيمة. هل فعلنا هذا الشيء؟ هل تحركنا؟ هل بادرنا ولا لا؟ واحيانا الواحد يبادر ويتحرك ويسقط ويفشل، واحيانا يوصل بعد يسقط يفشل، بعد ما يوصل بعد ما يحقق اللي يبغاه. طبعا الانسان الناجح اول ما يسقط واول ما يفشل يكمل وما هم ولا يستسلم، والانسان غير ناجح يعني اول سقطه ولا اول طيحه ولا اول فشيله خلاص تلقاه يوقف. بعد العشر سنين هذه، بعد ما صار شركه ابل قيمتها مليارين دولار، بعد ما هو اسس شركه ابل بقصه طويله اذكر لك النتيجه، ستيف جوبز انطرد من هذه الشركة. تخيل شخص بدأ شركة وبدأ مشروع ووصل وفعل وقدم ويعني حقق إنجازات كبيرة، في النهاية انطرد من هذه الشركة. طبعا لأنه إنسان ناجح، لأنه إنسان مبدع، الرجل ما أسسها. إيش سوى؟ بعد ما انطرد من الشركة اللي هو أسسها بدأ في مشروعين، يعني ما استسلم، ما قعد في بيته، ما قال خلاص، لا، بدأ وحاول يسوي حاجة ثانية مختلفة. المشروع الأول كان شركة نيكس للكمبيوترات، والمشروع الثاني اشترى شركة للأفلام الكرتونية ثلاثية الأبعاد ثم سماها شركة بيكسار. يكفي أنك تعرف عن شركة بيكسار أنها أنتجت أقوى الأفلام الكرتونية ثلاثية الأبعاد يعني في الزمن هذا، ويكفي أنك تعرف أنها انباعت لشركة ديزني بسبعة مليارات دولار، عشان تعرف الإنجاز والنجاح اللي حققه هذا الرجل حتى بعد ما انطرد من الشركة اللي هو أسس. والمشروع الثاني اللي هو شركة نيكس للكمبيوترات، هذا المشروع خلاه يرجع لشركة أبل غصبا عنه، يرجع كمدير تنفيذي وفي شركة أبل اللي هو أسسها اللي انطرد منها. شرت هذا المشروع وهذه الشركة اللي هو نيكست، شرته بفوق ال 400 مليون دولار. يعني الرجل عجيب في إصراره وفي تفانيه في عمله وفي إنه يكمل، وإنه الرجل يعني قاعد يعني حتى إنه انطرد، حتى إنه فقد الشيء اللي بناه، بنى أشياء عظيمة ورجع للشيء اللي بناه بعد ما أثبت للناس وما أثبت للشركة هذه إنه إنسان من جد يعني يستحق إنه يتاخذ، يعني ما يستحق إنه ينطرد. طبعا اي واحد حيسمع القصة هذه حيعجب بالقصة هذه، بس حيقول يا اخي ترى هذا الانسان مبدع وعقله يعني مرة واصل، يعني مو كل الناس زي كذا، احنا ما نقدر نصير زي كذا. بالعكس، انت لازم تعرف السبب اللي خلاه يعني يبدا في هذا كله، وحتى بعد ما بدا وحتى بعد ما حقق وسوى شركة ابل وانطرد منها، ايش خلاه يبدا ثاني، ايش خلاه يسوي، ايش خلاه يحقق، ايش يخليه يعمل هذا العمل كله، ايش يخليه يجتهد هذا الاجتهاد كله. طبعا الشيء اللي يخليه يسوي هذا كله هو يقوله بنفسه، انه لقى الشيء اللي هو يحبه، انه لقى شيء هو يعشقه، شيء يحب يعمل من اجله. حتى هو يقول يعني انا جمعت ملايين الدولارات وما فرقت معي، انا اهم شيء عندي اني احقق، اني انجز، انه افعل، لانه لقى المجال، لقى الشيء اللي يبغى يسويه، وكل ما ابدع وكل ما تقدم في الشيء هذا يحس انه انجز، يحس انه انبسط، ويحس انه حقق حاجه فيرتاح. عشان كذا هو مره مبدع. فلو تبغى تنجح لا تقلد الناس، انك تشوف شيء فلو نجح تروح تسويه بس عشان فلان نجح ولا عشان احد سوى. دور على الشيء اللي انت تحبه، الشيء اللي انت تبغاه، الشيء اللي انت تشوف انه يعني فيك عشق لهذا الشيء، فيك حب لهذا الشيء، عشان تقدر تبدع فيه، عشان تقدر تعمل، عشان تقدر تقضي ليلك ونهارك في العمل عشان لهذا الشيء، عشان تنجح، عشان توصل، عشان تحقق، عشان تنجز. والرجل عنده مبدا يعني غريب، انا صراحه استغربت كيف شخص غير مسلم عنده المبدا هذا. من كلامه يقول يعني انا لما اتذكر اني حموت احس اني لازم اقدم، لما اتذكر اني حموت ما احس اني استحي مثلا افعل، ولا احس
استحي من الفشيله مثلا ولا حاجه زي كذا، لا اني خلاص مجرد ما اعرف اني حموت هذا اكبر شيء يساعدني على الانجاز، اكبر شيء يساعدني على العمل. ليش ما يكون عندنا هذا التفكير؟ ليش ما يكون عندنا شيء زي كذا؟ نعرف انه احنا حنموت وانه احنا حنفارق الدنيا، فلازم نقدم ولازم نفعل ونسوي كل حاجه قبل ما نموت. اذا موت خلاص يعني ما في وقت للتقديم، ما في حاجه انك تنجز. الان فرصتك الوحيده انك تنجز، الان فرصتك الوحيده انك تضع بصمه كبيره جدا لك في هذه الحياه. خلي هذا الفيديو دافع ليك انك تنجح، انك تفعل، انك تقدم وتحط بصمه كبيره جدا لك في هذه الحياه. قصه ستيف جوبز ومدى نجاح هذه ممكن تفيدك في كل مجالات النجاح، في دراستك، في عملك، في تجارتك، في انك مثلا تصير زيه مخترع وتخترع وتصير مبدع وتطلع لنا حاجه، تخترع لنا كمبيوتر ولا اي حاجه ثانيه. حتى في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تصير ناجح، في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ناجح، في طلب العلم الشرعي تصير مثلا عندك علم، طالب علم تصير من العلماء، بل حتى على المستوى الشخصي مثل تدينك، قربك من الله سبحانه وتعالى. المبادئ كلها تفيدك، انك ما تستسلم، انك دائما تحاول، انك دائما تبادر، حتى لو سقطت، حتى لو فشلت، حتى لو هذا ترجع وتكمل وتحاول. يعني الشخص من يذنب يرجع ويحاول ويكمل، هذه مبادئ تفيدك على جميع مستويات حياتك. وهذا كان سبب ذكري لهذا الفيديو. في ناس يقولوا دحين مسوي فيديو كامل عن ستيف جوبز وهو كافر وهو وفي غيره ناس مسلمين وفي غيره ناس احسن منه، في علماء وفي ليش ما ذكرتها؟ يا اخي في حكمه، في مبادئ حبيت اذكرها، سواء من مسلم ولا غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اما نقصد اننا ما ناخذ الفائده الا من المسلمين ومن المؤمنين ومن العلماء، هذه مشكله. معناها ما ناخذ شيء من الغرب، ما ناخذ اي شيء من ايجابياتهم، هذه مشكله ترى. لا احد يفكر التفكير هذا، واي واحد يفكر التفكير هذا غلطان. فشدوا حيلكم يا شباب وخلينا نشوف ابداع كل واحد منكم، وخلينا نشوف كيف كل واحد منكم حينجح، وكل في مجاله.